ديالي انني نكون كفيف، لان كانت في واحد المرحله وجيزه اصبحت كفيفا، ومن بعد تكففت لان لقيت واحد المحيط اللي هو صعيب، محيط ما تيرحمش، مجتمع صعيب، النظره ديالو الاعاقه هو نظره يعني نمطيه، نظره يعني صعيبه، اللي ما يقدرش الانسان يطيح في الاعاقه في وسط واحد المجتمع اللي هو عنده نظره نمطيه، نظره دنيه، لان كي ياخذوا الانسان الى اصبح كفيف او لا عنده اعاقه، هو انسان يعني يحتاج الى غير العاطف والاحسان وهذا، وهو العكس، ان هاد الشخص في وضعيه اعاقه، هاد الرجل اللي اصبح معاق، كان يعني ان المحيط ياخذه بانه انسان له عقل، له فكر، له يعني طموح، له نعم. وكل يتساءل يعني الاسباب ديال الاعاقه ديالك، يعني شنو هو السبب؟ انا اصبحت كفيف. السبب ديال الاعاقه ديالي هو ان يعني هو تحت على راسي، على هذا ديالي من هنا من اللور، تحت على راسي من اللور، ولكن ما كانش عندي يعني اثر في ديك اللحظه، ما تاثرش انا في ديك اللحظه في الحادثه، لكن من بعد واحد 10 سنوات عاد ظهر لي سميتو الاعاقه، ظهرت لي ان عندي مشكل في العروق ديال العينين، ومباشره انا مشيت لعند واحد المجموعه ديال الاطباء، ولكن للاسف ان ديك الاطباء ما نصحونيش انه ندير الاشعه الليزر يعني في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في شي دوله، لان في المغرب كانت لم تتوفر لواحد المجموعه ديال الاطباء يعني هاد الامكانيه ديال الليزر، ديال الاشعه الليزر. ثم يا مهم اخر ما لقيت صافي، ما بقيتش كنشوف غير الخيال، غير سميتو الخيال، غير الخيال ديال الانسان، ما تنفرقش ما بين الرجل والمراه ولا هذا، كنت نشوف غير الخيال. كنت مشيت لعند واحد الطبيب، وتما ديك الطبيب نصحني، قال لي للاسف انك انت ما جيتش في الوقت اللي وقعت اللي تقاسيت، يعني اللي وقع لك هذا المشكل جيتي في واحد الوقت متاخر، انا ما يمكن ليش انا ندي لك الفلوس ديالك وهذا، او لا نعبيك ونجيبك، يعني عينك راه بحال واحد المشكل اللي عندك انت، بحال واحد الشمعه، ديك الشمعه الا بقات تتحرك تتقرب تسالى ما يمكنش درت الشمعه، وهي وهي نعم. اللطيف ما بين ما بعد يعني ما قبل وما بعد يعني اصبح في وضعيه كفيف، كيفاش اصبح العالم بالنسبه لك الاثار يعني انعكس على انا بالنسبه لي من اصبحت كفيف، شنو استنتج بان انا يعني واحد المده ديال 16 سنه وانا في العفاء، يعني في العمل المدني، في وخاصه في العمل على الاعاقه، من المنظور الحقوقي ومن المنظور ديال سميتو ديال الترافع على قضية ديال الإعاقة على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني، ومن الناس اللي ساهموا حتى على المستوى الدولي، لأن الإعاقة بالنسبة لي أنا يعني قضية، ماشي شي حاجة هكا يمكن نمشي أنا غير ما نجبر ما ندير، هي الإعاقة أصبحت لي قضية، وهذه القضية ديال الإعاقة هي يعني لا بغيت تقول سميتتني واحد المجموعه ديال الحوايج ديالي الشخصيه في الحياه ديالي، يعني بعدتني من واحد المجموعه ديال الحوايج يمكن كنت نديرها يعني في الحياه ديالي، في يعني ليلي ولولادي، وندير بزاف د الحاجات، لان انا من الناس اللي هما ما كنتش كنجلس، ما كنتش كن يعني انا يعني من الناس اللي هما يعني يتحركوا، ولكن هذه القضيه هذه يعني لا بغيت تقول يعني حتى في الحق ديال ولادي يعني خداتو لي. نعم لأن علاش بالنسبة للوضعية ديال الكفيف، يعني أنت بالنسبة لك ما نقولوش يعني هذه الوضعية اللي فيها دابا الآن، أنت كنتي محظوظ يعني لأنك عشتي وصلت 28 سنة، يمكن تلقيتي التعليم ديالك المدرسة اللي تلقيتي فيها التعليم ديالك والطفولة ديالك، يعني يمكن تحكي لنا على المرحلة قبل ما يعني تصاب بالكفاف.
انا بالنسبه لي انا محظوظ لان قريت شويه قريت ومن الناس اللي كنت انا يعني الناس اللي كنت ديناميك يعني كنتحرك عندنا العائله ديالي شويه ديال الفلوس كنسافر عندي علاقات وداكشي وهي اللي ساعدتني انني انا من 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 من, من, من مشيت في هذا البصر هذا وراه فني تكففت انا راه كان عندي انني كنت نفكر ننتحر لان ملي تحت في هذا المشكل تحت ان في واحد المحيط وخاصه العائله ديالي ينظروا لي ان يعني هذا بالنسبه لي لهم هو مشكل وخلينا على المجتمع الخارجي انه هو هذاك الانسان كفيف هذا وكانت واحد المجموعه ديال 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 سميتو كان تيعطيوها للشخص في وضعيه اعاقه كاين واحد المجموعه ديال 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 الامثله اللي هي تي 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 خلخلو يعني ديك الشخص على 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 الفكر ديالو على الطموح ديالو على هذا ديالو ان كانوا كيديروا له بان بحال مثلا كيقول لك وهذاك كل منحوس منقوص كيقول لك هذاك ما عوار او لا ما تعوق. نعم بالنسبه للمسار الدراسي ديالك يعني كنت تكلمنا شويه على الدراسه ديالك كيفاش انا في المدرسه اللي قريتي فيها انا في الاول اللي يعني التخصص اللي تبعتي يعني انا في الاول انا قريت في الاول في الجامع اللي انا كنت واحد المده في الجامع من بعد انا ولجت على المدرسه وكان المدرسه ومن بعد المدرسه ديالي خرجت انا لان كنت من ديك الفوز داخل ديك العائله اللي كنت انا ما كنوصلش الدراسه ديالي انا ما وصلتش للجامعه لان انا الجامعه ديالي هي قريت عصام انا من كنت نولج المدرجات او لونفي او سميتو العصاميه ديالي لان انا من الطفوله ديالي وانا عندي يعني حب القراءه والمطالعه وحب المعرفه هي اللي جعلتني انني وكنت يعني كنتحرك على مستوى يعني نتحرك كنت كنمشي للجامعه مع الزملاء ديالي مع كنت نمشي بزاف يعني انا من الناس اللي نعم كنت كنمشي. الطفوله ديالك كيفاش عشتي الطفوله ديالك؟ الطفوله ديالي عشت انا يعني ماشي انسان يعني انسان اللي امكانيات ديال السفر ديال القرايه ديال التنقل ديال بزاف ولكن انا منين تحت في هذا المشكل تغيرت لي يعني لا بغيت تقول يعني المسار ديال الحياه ديالي تغير ولكن ماشي انا اللي غيرته المحيط المجتمع يعني لا بغيت تقول البنيه لا بغيت تقول يعني المجتمع هو والعائله والمحيط كامل لم يكن مستعد البنيه تقبل هذه الوضعيه الجديده اللي صبحتي فيها يعني كيفاش تعامل المحيط ديالك كامل مع الوضعيه اللي صبحتي فيها ما نكذبش عليك لان ما يقدرش بزاف من الناس ما يقدروش يفرضوا راسهم انا فرضت راسي لا على العائله لا على المجتمع الخارجي فرضت راسي يعني انا تنعتبر راسي محظوظ ما يمكنش كل الناس ولكن انا من خلال واحد 16 سنه تنخدم في الدومين لقيت انا بزاف ديال الناس اللي هما ما قد كنبغي نجرم انهم يدمجوا داخل يعني المجتمع وداخل المحيط وكنلقى صعوبات ماشي صعوبات بزاف لان علاقتي انا بالاعاقه كان عنده واحد التاثير كبير بزاف صادم لان قلت بان يعني كنت كتفكري في الانتحار وي فكرتي في الانتحار بزاف المرات فكرتي فيه فكرت فيه وي بزاف المرات ولكن واحد الساعه جاتني فكره ديال انني باش نمشي ندير بحث على الاعاقه من الناس اللي تيعيشوا الوضعيه ديالي يعني تبقى تعيش قضيه مشيت انا منين مشيت نقلب على الناس اللي تيعيشوا بحالي لقيت انا واحد انا محظوظ محظوظ في وسط داخل هذا المجتمع في واحد المجموعه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه اللي عندهم اعاقه بصريه مثلا بحالي لان هما المشكل في واحد الوضعيه صعيبه بزاف عليا ولو هما عايشين ما كيفكروش في حال تما انا مشات لي الفكره ديال انني ما نبقاش نفكر
يعني انا في الانتحار ولا شي حاجه قادر ما انني نفكر يعني في المرافعه وفي العمل على قضيه ديال الاعاقه. واخا تكلمنا كيف جا الانتقال ديالك لمدينه العرائش. الانتقال ديالي جات لمدينه العرائش لان انا منين تكففت كنت انا داخل انا كنت عايش سنه الشباب ديالي والطفوله ديالي تقريبا نص يعني من 12 عام وانا تنعيش في فاس يعني في المدينه. ولكن انا من بعد انا منين تجوجت جوجوني الوالدين ديالي العائله ديالي جوجوني في الباديه وبقيت انا نعيش لان ما يمكنليش انا ما نعيش في المدينه لان ما كانش عندي انا شي عمل رسمي الا وانني نعيش داخل المحيط ديال العائله ديالي الاب والام ديالي. فعلا ان الوالدين ديالي جوجوني ومن بعد انني ما قدرتش باش نعيش داخل يعني المدار القروي يعني وانا كفيف لان المدار القروي فيه صعوبات فيه خاصة فيه النظرة الدنيا للشخص المعاق لأن كنت بنعيش ماشي بحال هكا كنت بنعيش في واحد المستوى لا ولادي لا أنا ولادي ما كانش غادي يتاح لهم فرصة باش يولجوا للجامعة باش يولجوا لسونتر كبار في الدولة المغربية هنا في البلاد ديالنا ولو أنني ما انتقلتش لمدينة العرائش بنظرة ميكروسكوبية أكبر قرى اقترابا من شخص عبد اللطيف العناية. انت متزوج يعني وقبل الاطفال شحال عندك الاطفال؟ عندي ثلاثه الاطفال. نعم. عندي جوج البنات وولي. كيفاش انك حاولت انت تعيش معهم يعني تقربهم يعني من الحاله اللي كانسان يعني كيفاش كتعيش هذه الوضعيه معهم انت؟ انا ولادي حاسسهم بانهم هما ما حسوش مع عمرهم حسوا باننا انا في وضعيه اعاقه انا كفيف لان انا هو القدوه ديالهم هو اللي جعلتهم انهم يعني يمشيو بعيد في القرايه ديالهم في التواصل ديالهم في يعني لا بغيت تقول في يعني في الحياه ديالهم العامه لأن أنا حاولت أنني نعلمهم كيفاش يبنيو راسهم براسهم رغم أن عليا مضايقات من ناحية ديال المقاربة ديالي أنا من الجانب الحقوقي لأن من المقاربة ديالي اللي ديال على حقوق الإنسان هي خلت أنا بزاف الحاجات أنا ما سميتهاش لأولادي. نعم. ثم جاء المسار يعني الجمعوي أصبح الإعاقة قضية بالنسبة لك يعني ترافع في المجال الجمعوي حول موضوع الإعاقة يعني كيفاش جات فكرة ديال تأسيس جمعية فهمني يعني أنا في الأول لأن بغيت أنا مشيت في هذا العمل هذا بتدرج أنا لأن فقد الشيء لا يعطي ما يمكنش أنك أول مرة باش تأسس جمعية لأن إلا ما خديت واحد المسار يعني واحد العمل قبلي ما يمكنلكش انك دير ماشي تنجح دير واحد هذا واحد اللمسه واحد الفعل يعني في العمل ديالك يعني في العمل الجمعوي الا ما كانش عندك يعني الا ما مشيتش يعني في التدرج الا ما كانش عندك يعني فكره قبليه على العمل المدني لان شحال ديال الناس يعني اللي هما تيجيو للجمعيات ياسسوا جمعيات يسحبوا الله جمعيه هي واحد الكنز هي واحد الحاجه اللي باش توصلوا لبزاف ديال الحاجيات ديالو يعني في مع ولادو مع هذا وهذا خطا لان هو العمل الجمعوي هو عمل يعني تطوعي عمل يمكن شحال يضحي بزاف ديال الحاجات الا بغيتي تبني شي حاجه اللي هي تتكون ما تيهضروش عليها الناس او لا ناقصه في المجتمع بحال مثلا انا في الاول كنت في واحد الجمعيه ماشي ديال الاعاقه كنت انا من الناس اللي وبا كنت كنمشي مع اخوان اصدقاء اللي انا كما قلت لك في الاول انا دمجت راسي معاهم
انه نمشي نشارك معهم في اجتماعات لقاءات. من بعد انا خديت يعني تواكبت التدرج الذي عرفه المجال الجمعوي في مدينه العرائش. في البدايه بدا باهتمام مجالات متعدده ثم بدا في الاهتمام بالجانب الحقوقي وبجانب قضايا النوع يعني بالنسبه لقاء التدرج. اذا لهذا بدات تظهر بعض الاهتمامات البيئيه الاهتمامات الحقوقيه خاصه بقضايا النوع الاجتماعي وبالرياضيه قضايا الاعاقه في الرياضه. بالنسبه لكم انتم كيف اشتغلتوا في الجمعيه؟ يعني في انا بالنسبه لي اللي اشتغلت اول مره في جمعيه التضامن. انا اول ما اسس انا اول ما دخلت في بعد اولا في الجمعيه في المنظمه العلويه لرعايه المكفوفين كنت فيها انا عضو في ديك الجمعيه من المؤسسين ديال 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 ان الاشخاص في وضعيه اعاقه هما يتحملوا المسؤوليه ديالهم. لان في السابق كانت يعني ملي كتلقى شي منظمه او لا شي جمعيه ديال الاعاقه كتجبر شي واحد هو ماشي معاق هو اللي متبني المشروع او لا يعني الهدف ديال الاعاقه في هذا في واحد المجموعه ديال اللي لاحظت انا خلال البحث ديالي في واحد المجموعه ديال المناطق في واحد المجموعه ديال المدن تتلقى يعني واحد ماشي معاق هو متبني يعني هو اللي مسؤول هو الرئيس ديال الجمعيه. ولكن انا منين دخلت العرايش يعني اشتغلت على ان يعني ديك الشخص المعاق هو اللي يكون مسؤول هو اللي كيحس هو اللي تيعرف شنو هو المشكل ديالو. وخديت معركه فعلا معركه على ديك المنظمه العلويه ديال العلويه رعايه المكفوفين معركه من اجل ان ديك المعاق هو اللي يتبنى يعني القضيه ديالو هو اللي يكون مسؤول داخل الجامعة. وفعلا الحمد لله ربحنا يعني القضيه. بالنسبه لي انا كانت الاعاقه البشريه هي مشكل ديال الاعاقه كاملة، الإعاقة الحركية الذهنية الصم كل هذا مشكل واحد. يعني ماشي مشكل ديال الإعاقة البصرية راه تختلف على الإعاقة الحركية ولا على الصم ولا لا، مشكل واحد. تما جاتني الفكرة ديال أنني ما نكونش أنا عندي ما نخدمش على الإعاقة البصرية ولكن لماذا انني ما نخدم على الاعاقات بصفه عامه. تم جاء التاسيس ديال جمعيه التضامن لادماج المعاق. وديك الجمعيه ادماج المعاق درت واحد البروجي واحد المشروع اللي كان فيه واحد المجموعه ديال الورشات. ولكن للاسف ان المقاربه ديالي هي ما تد سميتش واحد المجموعه ديال الناس المقاربه ديالي هو المقاربه حقوقيه. تم جات واحد المرحلة ديال واحد السيد اللي كان دخل معايا غير باش يعدل لي غير الباب وبقى معايا تيرافقني واحد المدة وديك شي. واستغل الضعف ديال الأشخاص في وضعية إعاقة من ناحية ديال الأمية والفقر والعائلات ديالهم وديك شي. ومشى دار واحد المجموعة ديال الحوايج واحد المجموعة ديال الخروقات من أجل أنه هو ياخذ ديك الجمعية. وفعلا مشى دار الجمع العام جمع العام بدون الحضور ديالنا وزور تسيغنياتور ديال واحد المجموعه ديال الاشخاص يعني اللي بهم دار الجمع العام ودفع سميتو للسلطات المحليه والسلطات المحليه عطاته وصل إيداع مؤقت. وانا ما حتى تتهموا احدا في تدمير يعني المجهود اللي قمتم به في الجمعيه من اجل لان كانت واحد الفتره كانت واحد الفترة اللي هو كانت يعني بصح كان الهدف ديال واحد الناس انهم يحطموا يعني الطريق والمقاربة ديالنا من اجل حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة. ولكن ما نجحوش حنايا من بعد منين تم ديك الجمعيه ودار وصل الايداع وديك الشيء. حنا مع واحد المجموعه ديال الاخوان اشخاص في وضعيه اعاقه ما كانش عندنا الوقت باننا باش نمشيو للمحكمه الاداريه ونمشيو نتبعوا يعني لان من توصل انها السلطه تعطي الوصل الايداع المؤقت للناس وهذا وديك الشيء راه خصك تمشي للمحكمه الاداريه. ولكن حنا ما كانش عندنا الوقت من اجل ان احنا حاملين قضيه المجموعه بين حاملين قضيه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه. حنا ما كانش عندنا الوقت. حنا عطينا لديك الناس الفرصه انهم يشوفوهم واش شنو يقدروا يديروا في ديك الاعاقه. وللاسف ان في عود
عود ان يعني هذيك الناس اللي غادي يكون يد في يد وانه نمشيو ابعد انهم هما اختاروا انهم يمشيو في واحد الطريق اللي اختاروا هما وحنايا مشينا في الطريق ديالنا اللي هي مسطرينها حنا واحد المجموعه بينا حاملين القضيه ديال الاعاقه ومعاقين كل حد ساعة الوضعيه الاعاقه الان بالنسبه لمدينه العريش يعني كيف كتنظر لها نتايا كنظر لها بان كنظر لها ان يعني خص الخدمه خص الخدمه وخص يعني يعني هناك فئات ظهرت يعني مع تقدم يعني حتى بالنسبه للعلاج على مستوى التشخيص ديال يعني الاعاقات وداك الشيء ظهرت اعاقات مثلا الفرق ما بين الاعاقات الذهنيه والحركيه يعني نوعيه الاعاقات فمستوى التدخل يعني كيختلف انتم بالنسبه لكم كيفاش كتعاطوا مع هذه الوضعيه ديال النوع حتى الفئه فيها انواع الاعاقه. انا نقول لك لان الاعاقه فيها اربعه ديال الانواع ديال الاعاقه وفيها واحد النوع ديال الاعاقه اللي ما اللي واحد النوع اخر اللي مازال ما تصنفش مع الاعاقه هو ديك قصر القامه لان يعني حنا تنعتبروهم حتى هما لهم اعاقه. هاد المجموعه اللي كتقول انت استاذ النوع احنا كنتعاطوا مع الجميع. احنا كل ما ان شخص في وضعيه اعاقه كان صوم ولا كان حركي ولا كان ذهني ولا كان قصر القامه ان احنا كان الهدف العمل ديالنا هو التتبع ديالو التوجيه ديالو والمرافقه ديالو والاستشاره. احنا الدور ديالنا هو الاستشاره والاستشاره وتتبع ديالو والمصاحبه ديالو. يعني المقاربه هذه تعتمد على مقاربه اول حقوقيه باعتماد يعني الحق سواء في التمدرس سواء في التكوين المصاحبه وي كنقولوا مسائل ديال العلاج. نعم منين كنقولوا المصاحبه هو اننا حنا كما كنتي باش كتعرفك حنا منين كنقولوا المصاحبه حنا كنصاحبوه للمدرسه الطفل التوجيه ديالو للمدرسه كنصاحبوه للمدرسه حنا كنصاحبوه للشخص المعاق للصحه للسبيطار كنصاحبوه للاداره كنصاحبوه لواحد المجموعه ديال المجالات ديالو وكنصاحبوه حتى في لا وصل انه هو عنده مشكل ديال العيش ديال انه هو خصو على مستوى بنيه الاستقبال والبنيه التحتيه يعني ما كيفاش تقيموا الوضعيه اللي كيعيشها المعاق على مستوى الاقليم. بالنسبه لنا على مستوى الاقليم ديال العرايش الوضعيه والبنيه التحتيه هي بنيه مهترئه وللاسف ان يعني السياسه ديال المدينه ديالنا ما تبنشيش ما تتلائمش مع الاعاقه لان حنا تلقاو واحد المجموعه ديال البنايات جديده وهي ما فيهاش الولوجيات رغم ان كاين قانون ديال التعمير وكاين قانون وللاسف انهم هما ما تياخذوش به كتلقى عماره ما فيهاش الولوج كتلقى مثلا تلقى فضاء عمومي.